العالم كله كيتبدل بخطوات بسيطة للأحسن. أكسا بالها عليك وديروا بالكم حتى نتوما. اليوم غندويو على واحد السرطان اللي كيصيب النساء، عرفتوه؟ سرطان الثدي. من أكثر السرطانات المنتشرة عند النساء هو سرطان الثدي، حيت خطير بزاف وكيصيب كل عام معدل 10,000 حالة جديدة. هاد السرطان كيؤدي لمشاكل خطيرة، سواء فقدان الثدي أو للمشاكل النفسية اللي كتجي معاه، ويقدر يؤدي حتى للموت الله يحفظ. اللي خاص النساء يديروه هو الفحص ثم الفحص ثم الفحص. كاين الفحص اللي تقدر ديرو المرأة بوحدها، بحال أنها تقلب راسها بشكل دوري وتشوف واش كتحس بشي تغيير، ولكن ما تنساش تمشي دير الراديو عند الطبيب، حيتاش الوقاية خير من العلاج. والوقاية هي التغذية المنتظمة، الرياضة والفحص المنتظم. وإلا قدر الله تصابت المرأة به، خاصها ضروري تبدا العلاج ديالها وفي أقرب وقت، وهذا العلاج ولا متوفر الحمد لله في المغرب كامل. العالم كله كيتبدل بخطوات بسيطة للأحسن. أكسا بالها عليك وديروا بالكم حتى نتوما.